الجواز في امريكا او في اي بلد خارج بلدك بيبقى عمليه صعبه جدا، وخصوصا بيبقى اللي بيشيل همها اكتر الاهل، وبيبقى مثلا الاب والام عايزين بنتهم تتجوز شخص يكون من نفس البلد، من نفس المكان، بيتكلم نفس اللغه، عنده نفس العادات والتقاليد، ودي عاداتنا يعني. فعمليه هنا مش سهله وعمليه صعبه شويه. فانا النهارده ضيفتي خدت على عاتقها هذا الموضوع علشان تساعد وتحافظ على تراثنا العربي، على الوجود، على جذورنا العربيه، ان هي تكون موجوده هنا، ومن خلال اسره جديده، اسره عربيه جديده، اسره بتقاليدها وعاداتها ولغتها العربيه. فده بيخلي جذورنا دايما تكون ممتده في العالم كله. فرحبوا معايا النهارده بضيفتي الكريمه اللي كتير منكم ممكن تعرفوها، يعني مدام امل الطحان. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا قبل ما ابتدي اي حاجه، انا عارف ان عيد ميلادك بكره، كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب. ده قبل عيد الام بيوم يعني. يا وكل سنه وانت طيبه كمان عشان عيد الام. انا عارف ان حضرتك ام، انت بس مش ام بس يعني لابنك، لا ده انت ام لناس كتيره قوي. الحمد لله. انت ام لناس كتيره، انت جوزتيهم وخلفوا، بقى عندك ناس كتيره، عندك عائلات وعائلات، يقدر يقول ان هي دي امي. الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. وطبعا مش انا بس اللي بشكرك، ده الناس كلها لازم تشكرك على اللي انت بتعمليه ده، وبتعمليه بحس كده ان انت بتعملي حاجه من قلبك يعني. فدي شعور جميل انه وفي نفس يعني محموقه للولد وللبنت، وعايزه تتاكدي ان ده صح وده وهو جدي كل المواضيع دي. فانت عارفه ان شهر مارس ده هو شهر المرأة العالمية، وحددوا يوم 8 مارس يوم المرأة العالمي، 21 مارس عيد الأم، و20 مارس عيد مدام أمل. يعني أجمل من كده مفيش. بس معلش احنا الظروف اللي احنا فيها دي والحاصل ده ربنا يزيح عننا كلنا. قولي لي أخبار العرايس والعرسان إيه؟ الحمد لله، الحمد لله موجودين، و بدأوا يظهروا تاني بقى مع قعدة البيت ومع أيوة. كله أجازات دلوقتي، ويعني كل الناس حضرتك عارف قاعدين في البيت دلوقتي عشان فدي فرصة كويسة ان هم فبدأوا الاتصالات بدأت تكتر تاني عليا من حوالي يمكن 3 أيام. أيوة. والإقبال بدأ يبقى يعني كبير في خلال الاسبوع اللي فات. يا علشان الناس قاعده في البيت بالظبط. بالظبط بدا الاقبال يبقى تاني، يرجع كبير تاني، لانه قبل كده كان بتبقى الناس برضو حضرتك عارف مشغوله في اشغالها، في كلياتها، في كده. ف طيب حضرتك قولي لي، يعني الناس دلوقتي عندها فرصه ان هي تتواصل خلال مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال انهم يتصلوا بيكي. طب ايه قولي لي مثلا، لو واحد عايز يشوف عروسه اول خطوه بيعملها ايه؟ هو والله هو لو هم في نيويورك، انا عايشه في نيويورك، لو هم في نيويورك انا بقوم بده بنفسي، يعني انا بقوم ان انا اخد ميعاد منه ومنها. لو البنت ليها اهل هنا خلاص كويس. مفيش داعي ان انا اروح. لكن لو البنت بتبقى ملهاش اهل او ملهاش حد وبتحتاجني انه انا اروح معاها عشان مكسوفه او محروجه انها تروح لوحدها، فانا فعلا بروح وبقابلهم وبقعد معاهم يمكن 10 دقائق ربع ساعه في البدايه لحد ما يبداوا يدخلوا في تفاصيل بقى، فبسيبهم وبمشي، ببقى بوصلهم لبعض يعني. ده بيتم كويس. لاني انا في الولايه، لكن الولايات البعيدة يعني هم بقى بيبقوا هم بيتصرفوا لوحدهم يعني. طب انت بتلاحظي مثلا ان ولاد البلد الواحدة، انا عارف انت بتشتغلي الجاليات العربية كلها مش مصريين بس، الجاليات العربية كلها والولايات كلها. طيب من خلال والولايات كلها طبعا من خلال البلد الواحدة يعني، او دايما الطلبات بتبقى عايزين من نفس البلد يعني، واحد يمني عايز واحدة يمنية، واحد مصري عايز واحدة مصرية. اكيد اكيد بيبقى ده البداية. ولكن ممكن يحصل نوع مثلا واحدة سورية تتجوز واحد مصري، واحد مصري يتجوز واحدة لبنانية، ممكن بيحصل ده. تمام. هما يعني 90% كل بلد بتبقى عايزة العروسة أو العريس من نفس بلد، ده 90%. 10% ما بيبقاش فارق معاهم الموضوع ده،
يعني بيقولوا لي اي جنسيه عربيه بس يكون فيها المواصفات، لكن دايما دايما يعني الاغلبيه بيطلبوا من نفس بلدهم عشان العادات والتقاليد كويس. وال طيب يعني. ويتصل بيك ازاي؟ عن طريق الفيسبوك؟ هو لا، هو انا غيرت شويه في نظام الجروب. يعني الاول كنت انا ببقى بتدخل بنفسي كويس. لا الموضوع دلوقتي كبير جدا يعني ما شاء الله. الجروب والصفحه بقوا يعني almost هيبقوا 25,000. كويس. فانا ما بقيتش بصراحه اقدر على العدد ده كله ان انا اتواصل مع كل اتنين. فخليت الموضوع يعني يبقى اسهل شويه عليا وعليهم. ازاي بقى؟ بدات ان انا طبعا هما بيتصلوا بيا، طبعا تليفوني مع الناس كلها يعني، فبلاقي كله بيتصل بيا. الشاب مثلا بيقول لي انا مواصفاتي كده كده كده، بيديني مواصفاته. طيب تحب انزل لك صوره ولا لا؟ اذا قال لي فبنزل البوست بتاعه، بعدله. طبعا هو بيبقى باعت لي الكلام يعني ملخبط، يعني انا بقى بظبط الكلام وبحط للبوست رقم وبنظمه وبنزله على الويب سايت عندي، ومعاه رقم تليفونه، اي وسيله اتصال للشاب. على الويب سايت ولا على الفيسبوك؟ على الفيسبوك اللي هو الصفحه والجروب. صفحه وجروب. بنزل البوست بتاعه مع رقم التليفون او الايميل او الماسنجر او اي حاجه وسيله اتصال، بنزل البوست بوسيله الاتصال. فالطرف الثاني اول ما بيشوف البوست وبيقراه بيقوم على طول يتواصل مع كويس. الشاب. الطريقه دي دلوقتي بقت اسهل بالنسبه لي انا واسرع. طبعا ما العدد الكبير ده كله يعني. وفي نفس الوقت برضو بقت بالنسبه لهم هم برضو احسن. طيب هو الناس اللي هي مثلا اتصل بيكي وحصل تواصل وحصل تعارف ما بينهم، ازاي بتتاكدي من جديه الموضوع؟ والله انا اصبحت دلوقتي مع الوقت ومعنا دلوقتي داخله يمكن على 8 سنوات في 8 سنين بتعملي الموضوع ده، فاصبحت يعني من الصوت حتى ببدا الحمد لله، يعني الحمد لله ببدا اميز الجد من اللعبي، من اللي هو له هدف في الجوازه او من اللي هو فعلا عايز يستقر. واذا في نيويورك وقابلته شخصيا من الشكل ومن الصوره تقدري تعرف، بقدر احدد. من التليفون برضو كمان انا بفتح معاه مواضيع وحوارات بعرف من خلالها هو فعلا جد وصادق ولا لا. وطبعا يعني انت بتقولي حضرتك 25,000، يعني معنى كده ان اللي بيتجوزوا عن طريقك ما بيخرجوش برضه من الجروب، بيفضلوا موجودين؟ لا هم بيجيبوا قرايبهم او اصحابهم او كده، يعني بيجيبوا ناس. لا هو اللي بيتجوز بيخرج. يعني الجواز بيخرج؟ لا خلاص بس يعني انا بلاقي ان ناس جايه لي تقول لي انا بنت عم فلانه اللي حضرتك اتجوزتيها، او انا قريب فلان اللي حضرتك اتجوزتيه. يعني بيجي لي دايما ناس بيبقوا هم اصحابهم او قرايبهم هم اوريدي كانوا عندي وربنا وفقهم وارتبطوا يعني. طيب الناس اللي هي مثلا بيتصلوا بحضرتك احيانا، احنا دي عادتنا كعرب يعني، تبص الاب والام ممكن يتصلوا بيكي عشان بنتهم تشوف لها عريس. البنت ما بتكونش عارفه. بتقابلك المواقف دي كتير؟ بتقابلني فعلا. بتقابلك برضه المواقف فعلا كتير. فعلا بيبقى ساعتها موقف البنت ايه؟ ولا هو انا بساعدهم في النقطه دي. لان هم بيقولوا يعني مثلا لو الام او الاب والله الاثنين، احنا بنتنا كذا كذا ويعني مواصفاتها قد كده ووضعها كده، ولكن هي ما تعرفش ان احنا متواصلين معاكي، فالحل ايه؟ انا بقول لهم طيب انا هجيب لكم المواصفات اللي انتوا طالبينها واعرضوها على العروسه وفهميها، بقول لمامتها بقى فهميها ان العريس ده جاي لك عن طريق واحده صاحبتك، بلاش تقولي امل الطحان، لان انا اتعرفت دلوقتي يعني اتعرفت انا بالصفحه بتاعتي بالوضع بتاعي، فما تقوليش ان انت جايه عن طريقي او ما تقوليش انت جايه عن الصفحه، قولي ان واحده صاحبتك جايبه العريس، ما تجيبيش سيرتي خالص. وفعلا بتعمل كده الام والموضوع بيكمل. يعني الله. دي حضرتك حاجه منتشره يعني. طب عندي مكالمه تليفون بذكيه من نيويورك. الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا وسهلا. مساء الخير الاول. ممكن لو سمحت اكلم مدام امل؟ اتفضلي طبعا. اتفضلي. اتفضلي. شكرا. ايوه مدام امل، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله والله.
ممكن اسال سيادتك سؤال لو سمحتي؟ انت منوره الشاشه النهارده والله. الله يخليك. واحنا كلنا سهرانين وقاعدين عشان نشوفك. انت زي القمر الاول قبل ما نتكلم. من فضلك عايز اسالك سؤال. اتفضل. لو واحده مصريه او واحد مصري بس عايز يرتبط باجنبي ابن البلد هنا يعني ناس اجانب. اوكي. ويدخلك حضرتك في الموضوع ممكن ولا لا؟ لازم يكونوا اتنين عرب؟ لا والله سؤال كويس. سؤال فعلا سؤال جميل. كويس. طيب. طيب حرد ماشي. على حضرتك في اي سؤال تاني مدام زكية؟ ربنا يخليك يا مدام امل، ربنا يخليك. شكرا. انا متابعاكي قاعده يعني قاعده شايفه البرنامج اهو، ولو في سؤال تاني حابه اقوله لسيادتك. طيب. بس انا عايزه الرد لو سمحتي على سؤالي ده. حاضر حاضر ان شاء الله. الف شكر الف شكر. صباح الخير. شكرا. سؤال كويس. سؤال يعني زكي ما شاء الله. حد عايز يتجوز واحده؟ لا مش شرط عربية. طبعا هو كل واحد حر يطلب الطلب اللي هو عايزه. يعني كل واحد حر. انا باخد الطلبات بتاعه العروسه او العريس وبعمل بيها البوست وبنزلها على الجروب، والطرف الثاني لما بيقرا، سواء الطرف الثاني بقى ده كان مصري كان اجنبي كان اي جنسيه، طالما لقى المواصفات دي هي تناسبه فهو بيقوم بالتواصل. وفي احيانا ناس ما بتتصلش على طول بوسيله الاتصال وبترجع لي انا. تقول لي احنا شايفين وسيله الاتصال ولكن احنا مش عايزين نتصل، فاحنا عايزينك انت. عايزين حضرتك اللي تتكلمي. فانا فعلا بقوم وبتكلم وبساعدهم. وفعلا يعني الحمد لله مدام زكيه تمت زيجات مصريين بناس امريكان، يعني تمت اكتر من زيجه، مش حاجه يعني ما حصلتش، لا حصلت بالفعل يعني. طيب اللي بيتوفقوا ويتجوزوا عن طريق حضرتك وبيبقى على اتصال بيكي دايما؟ والله مش كلهم يعني، في وفي يعني. انا لسه من اسبوعين لقيت تيتا جميله كده بعتالي صوره بيبي ما شاء الله امور قوي ولد، وبتقول لي دوت ابني اللي انت جوزتيه. فانا طبعا مش فاكره الام كانت، فلما بعتت لي صوره ابنها والعروسه فتذكرتهم. تذكرتيهم. فقلت لها ما شاء الله البيبي ده. قالت لي عندك يعني احصائيه كده سريعه عدد اللي جوزتيهم لحد دلوقتي قد ايه؟ والله هم كتير، مش قادرة يعني بصراحة. أنا مش قادرة فعلا يعني أن أنا 200 لا كتير أنا 1000 2000 والله مش قادرة أقول العدد، لأن فعلا العدد كتير الحمد لله كبير. ما بين البيوت اللي اتفتحت اوريدي وما بين الخطوبة وما بين لسه ناس بتتعارف لحد دلوقتي على التليفون بقالهم فترة، يعني في الحمد لله كتير قوي الحمد لله. بتعرف على التليفون عليك برضو لو قدرتي عندك الوقت تقدري تتابعي بتتابعي بتسألي مثلا؟ لا طول ما هم بيتكلموا كويسين مع بعض مش بيلجأوا لي بصراحة، لكن لو حد فيهم عمل مشكلة مع التاني فبيرجعوا لي. يعني بيرجعوا لي يقولوا لي المشكلة وأنا بحاول أحل والله على قد ما أقدر يعني. طيب الـ الأشخاص اللي هم أكتر صعوبة في طلباتهم وفي ولادنا الأمريكان، ولادنا الأمريكان هم أكتر صعوبة، ولادنا الأمريكان مش البنات، الشباب. الشباب الامريكان المولوده هنا، المولودين هنا، اولا هم قله اللي بيسال على زواج فيهم. ثانيا بقى لما يسال بيبقى يعني لدرجه انه بيقولوا لي سايز 4 عايز عروسه. سايز 4 والله سايز 6 يعني بتبقى المواصفات اللي هم طالبينها يعني دقيقه قوي لدرجه ان هي ساعات بتخلي البنت تستفز يعني. وبيبقى في مثلا يعني البنات برضو بيعلم طلبات يعني اكيد. البنات والله مش زي الولاد، هي البنات دايما طلبها الوحيد ان هي بتبقى يعني متعلمة تعليمها عالي. أيوة. فعايزة واحد متعلم زيها ومن حقها طبعا. يعني هي في درجة علمية عالية، دكتورة صيدلية انجينير اي حاجة، فبتبقى بتطلب ان هي عايزة حد متعلم زيها وده من حقها يعني. ده طلب البنات دايما، ما بيدوروش على اي حاجه تانية. كويس. يعني دايما بيبقى التوفيق مثلا، طبعا التوفيق من عند ربنا يعني اكيد الحمد لله. لما بيحصل بقى لا قدر الله خلاف ما بين الولاد اللي هم اتجوزوا دول بيرجعوا لك في الحاله دي؟ ولا القريبين بس هم اللي بيرجعوا مثلا؟ لا هم ساعات يرجعوا لي ان انا ابدا نقطه ومن اول السطر ابدا ادور لهم تاني. يعني انا عندي حالتين، شابين رجعوا لي ان هم انفصلوا وعايزيني ان انا ابدا ادور تاني. فانا اولا ببقى يعني بسال ايه سبب الانفصال او ايه سبب المشكله عشان المره الجايه يعني ابعد عنها وانا بدور المره الجايه.
يعني احاول ان انا احطها في دماغي بحيث ان انا وانا ببحث له للمرة التانية يبقى في دماغي ان المشكلة دي هي كانت سبب الطلاق مثلا فابعد عنها يعني. طيب في الاهل بيتصلوا عشان بنتهم ففي اهل بقى بيتصلوا عشان ابنهم؟ ايوه برضو ايوه طبعا طبعا آه. في اهل كتير ما هم اللي هم برضو معظمهم بيبقوا المولودين هنا يعني بيبقى الابن برضو يعني خدته بقى الدنيا كلية وشغله وكده ومش فاضي وبلاقي يعني انا عندي اب ما شاء الله جميل قوي متابعني بقى له مدة عنده ولدين مولودين هنا ومتابعني ان انا الاب كمان مش الام ان انا اشوف له بنات وانا بوصل الناس للاب ويرجع تاني الاب يكلمني لا ما فيش نصيب لا شوفي غيرها لا يعني انا تواصلي مع الاب بيحاول يجوز ولاده الاثنين وبتجوزي طبعا كل الاديان يعني مش طبعا مش لازم طبعا يكون لا لا طبعا اي دين لا ما طبعا فيش اي طبعاً مشكله يعني اه و ايه اللي هي المشاكل او العوائق اللي ممكن تكون مثلا توقف الجواز عموما خصوصا في امريكا يعني انا بتكلم على امريكا هو موضوع الورق اكتر حاجه موضوع الورق موضوع للأسف. الورق موضوع الورق اللي هو الاوراق اللي الاوراق القانونيه ان حد فيهم يكون معاه الورق وحد معهوش الورق فهنا بتبقى حته عدم الثقه والخوف انه هل انت مثلا عايز ترتبط عشان الورق طب هل انت جد وفي الحاله دي بقى يعني انا فعلا ما اقدرش يعني اعمل كنترول عليها ولا اقدر اعرف الحقيقه يعني هو انا بيبقى عندي احساس اذا كان الشاب بس برضو يعني اذا كان هو بارع في الخداع فبيخدعني وبيخدع واذا كان هو جاد فدي يعني انا مش يعني مش قادره ان انا فاهم طب وال يعني غير كده مثلا النواحي الماديه النواحي ما اعتقدش النواحي الماديه هنا ليها مشكله بس ده عندنا احنا كمصريين لكن قابلت كتير زيجات من بلاد عربية تانية في بلاد عربية بتتغلى قوي في المهور وفي الشبكة بس مش احنا يعني بلاد تانية بتطلب طلبات وبيجي بيبقوا جايين شباب البلاد دي برضو بيقولوا لي انه التغالي يعني في الحاجات دي بقول لهم يعني ده النظام بتاعكم ودي عاداتكم وتقاليدكم ما اقدرش ان انا اتكلم فيها يعني طيب عندي الحاجة روح من نيويورك الو الو ايوه اهلا وسهلا اتفضلي ازي حضرتك اهلا ازي حضرتك ازيك يا حاج ممكن اكلم الاخت امل طبعا مع حضرتك اهي اتفضلي ازيك يا حبيبتي الحمد لله ازي حضرتك اهلا وسهلا ازيك يا اخت امل منوره الشاشه حبيبتي الحمد لله ربنا يخليك يا رب اتفضلي امل وهي املنا كلنا الله يخليك يا ماما وهي املنا كلنا امل ناس كتير طبعا يعني ربنا يخليك وعيد ميلادها بكره أمل. عيد ميلادها بكره حبيبتنا كل سنه وانت طيبه حضرتك طيبه وحبيبتنا وحبيبتي الكل امل الله يخليك يا ماما الله يخليك ويا رب اشوفك قاعده بقى السنه الجايه القعده دي تبقى وزيره امريكا اتفضلي يا حاج الله يخليكي حضرتك عندك اي سؤال بحبك قوي الله يخليك اتفضلي السلام عليكم عليك السلام هي بس بتسلم بتسلم عليكي وكده طيب كويس لان انت بتعملي عمل اولا من انساني من النوع الاول من الطراز الاول عمل راقي عمل جميل ملوش مقابل يعني انا عارف ان انت حضرتك بتشتغلي شغل تاني خالص وده ايوه انا كنت عايزه حتى اكلم حضرتك في الامر ده انا شغاله حاليا مانجر مديره في ادلت دي كير سنتر والله ربنا اكرمني من خلال شغلي ده ان انا جوزت 2 ادلت في السنتر عندي 2 كبار في السن يعني 2 كبار في السن سينيور سيتيزن يعني يس واحد عنده كان حوالي 66 سنه ايوه والاخت كان عندها 62 سنه فربنا اكرمني ان انا يعني عرفتهم على بعض يعني مش الشباب بس والبنات يعني والله يعني موضوع بقى في دمي موضوع الجواز بقى ف يعني عرفتهم على بعض وكده وحصل بينهم تعارف وعملنا لهم حتى الفرح جوه السنتر عملتوا فرح يعني عملت لهم فرح وهي راحت للكوافير وجبنا لها وجبت لها دي جي هم صغيرين نسبيا 62 و66 وكانوا جمال قوي وما شاء الله لحد دلوقتي هم الاثنين مع بعض
عايشين مبسوطين الحمد لله رب العالمين. شيء جميل والله. حاجه جميله. فده تم عندنا في الشغل عندي، وبرضه دي كانت حاجه من الحاجات الجميله اللي انا مبسوطه بيها قوي يعني الحمد لله. طب بيجي لك واحد مثلا يقول لك انا عايز اتجوز وكده، وبعدين بتكتشف ان هو متجوز؟ لا انا بصراحه يعني بحب دايما الصراحه في الحاجات دي. يعني وانا الحمد لله لا ما قابلتنيش ان حد كذب عليا في حاجه زي كده. لا انا بيجي لي بيقول لي بالصراحه. يعني بيقول لي انا متجوز وعايز زوجه تانية، فهل كويس. ممكن بقول له والله انا هاخد مواصفات حضرتك وهعرضها بياناتك واشوف واللي توافق بذلك خلاص يعني. ما بتلاقي فعلا حد بيوافق؟ بلاقي بيبقى في واحده مثلا عندها اكيد ظروف معينه بتخليها توافق. فبتوافق بوصلهم ببعض. لكن ما يعني انا ما صادفتش الحمد لله ان حد كذب عليا او قال لي انا مش متجوز وطلع متجوز. لا الحمد لله ما صادفتش حاجه زي كده. وفي الادلت سنتر اللي حضرتك يعني الجماعه بقى اللي هم اتجوزوا دول برضو بيروحوا السنتر؟ ايوه بيروحوا لحد دلوقتي. بس بقى ازواج بيروحوا والفرح بتاعهم حتى والله كان ما شاء الله كان جميل قوي قوي قوي. وعملت لهم، لان انا طبعا انا جوه المكان شغاله. أيوة. والناس كلها اللي موجوده. وانا عندي على فكره اتنين برضو في الشغل برضو على وشك يعني انا بعرفهم برضو. يلا ربنا يكرمهم. احنا عندنا على فكره خط تليفونات كتير قوي بس انا بحاول اتكلم معاكي اكتر. واللي عايز طبعا يتصل بمدام امل طبعا يروح على الفيسبوك يكتب دبلة الخطوبة. دبلة الخطوبة. دبلة الخطوبة بالعربي. عندنا وفاء من نيويورك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك واهلا بمدام امل. اهلا وسهلا. بالمداخلة مع مدام امل. ايوه اتفضلي. واشكرها على المعلومات المفيدة اللي هي بتفيد بيها الجالية العربية يعني وبتفيدنا. وكنت عايزة أسألها سؤال مهم جدا. اتفضلي. اتفضلي. بالنسبة للناس اللي هي يعني سنها كبير وما بيكونش يعني حصل توفيق في الزواج بتاعها وحصل انفصال، هل بتلاقي فرصة أسرع للزواج يعني عن الشباب، ولا بتاخد يعني وقت الشباب هم بيلاقوا أسرع وقت بيحصل توافق؟ يعني هي تقصد ان الناس اللي مرت بتجربه زواج وفشلت فهل بيبقى عندها فرصه؟ فهمت حضرتك يا مدام وفاء. ايوه طبعا بيبقى عندها فرصه تانية. ليه لا طالما يعني هو او هي جاده في الزواج وبنيه سليمه وباخلاص، ويعني ليه لا طبعا بتلاقي. وعلى فكره انا الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمني ان انا زوجت ناس كتير قبل كده كانت مرت بتجارب زواج وقبل كده، ويا اما فشلت وحصل طلاق يا اما ارامل يا اما لا. الحمد لله لا طبعا بيبقى موجود. ان شاء الله ربنا كده يوفق الجميع. معلش في تليفون تاني اخر هناخد. انتصار. ايوه اتفضلي. اتفضلي حضرتك على الهوا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ منور والله. ربنا يخليكي بوجودك. استاذ مصري والاستاذة امل طحان اللي معاك مصرية ما شاء الله. يعني بصراحة انا فرحانة وكلنا فرحانين بمدام امل الامر اللي معاك دي. طبعا طبعا طبعا. ما شاء الله ما شاء الله يعني كلنا بنحبها الست دي، غير اللي هي جروب الجواز ده خيرة جدا. الحمد لله خيره جدا يعني مش عايزه اقول لك. ماما سمام على وجهها يعني ما شاء الله يعني بجد ربنا يحميها لاولادها واللي بيحبها. هي عارفاني شكلها. ما شاء الله عليها. تعرفي حضرتك عندك سؤال؟ لا والله مش هسال على جروب الجواز، بس يعني ايه الست ديت يعني خيرها وبتحاول تسعد الناس اللي حواليها كلهم ما شاء الله عليها. ربنا يبارك لها في صحتها وفي اولادها وفي حياتها يا رب. متشكره جدا يا مدام انتصار. كتر خيرك. واحنا فرحانين بصراحه ان انتوا الاثنين مصريين على الشاشه ما شاء الله عليكم. ربنا يحميكم يا رب. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربنا يخليكي. ميرسي قوي. شكرا جزيلا. والله يعني حاجه جميله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. احنا عارفه لو صادفتك بس عشان الناس تقول لك شكرا دي في حد ذاتك. والله دي حاجة أنا مبسوطة قوي والله. الناس ده الحمد لله دي حاجة من عند ربنا. الحمد لله رب العالمين. لأن أنت نيتك كويسة.
الحمد لله والله. هو يمكن مجال شغلي كمان يعني عامل عندي كوميونيتي كبير برضو اللي هو بتاع الادلت دي كير سنتر. فالناس كتير عندنا اعضاء ما شاء الله زي الفل في المكان، معظمهم مصريين يمكن 80%، وفي طبعا بس المكان اللي انا شغاله فيه يعني الـ 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 الاغلب المصريين. فانا برضو بعمل لهم اكتيفيتي هناك، اكتيفيتي يعني اكتيفيتيز ونشاطات وكده، نشاطات يعني متنوعه وكتير، فيمكن ده برضو من الحاجات اللي مخليه الناس تعرفني يعني كمان. هو بوجود واحده زي حضرتك كده ده الواحد بيطمن ان الجاليات دي دايما ولادة يعني. الحمد لله والله. انا بشكرك شكرا جزيلا، وبقول لك حاولي تبعدي عن التجمعات لحد ما الظروف اللي احنا فيها دي تعدي، وان شاء الله تعدي على خير. يا رب يا رب. بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك. ميرسي قوي يا استاذ محمد. شكرا. زي ما حضراتكم شفتم يعني اجمل من كده مفيش.